غونزاليس داروين يمشي مرتضى بن ونيس، مرتضى بن ونيس ياخذ الكره بالراس والمره الثابت في التصدي نعيم المثلوثي يرجع الكره طويله في اتجاه مهاب عوينه، مهاب عوينه مع علي السوما، علي السوما، علي السوما، علي السوما ياخذ الكره مهاب عوينه، مهاب عوينه ما تخرجش الكره، مهاب عوينه يرجع الكره من جديد والمطالبه بضربه جزاء، وضربه جزاء هاي الاعاده بالصوره لمس الكره، شوفوا اللمس بنفرج هو باش ينفذ ضربه الجزاء لفائده النادي الرياضي البنزرتي. شهاب بنفرج ومعاه ايمن البلبولي، شهاب بنفرج يتقدم، شهاب بنفرج يتقدم وتدخل من بايدين السلامي اعلن على اثر محرز المالكي ضربه جزاء، وهو التنفيذ من شهاب بنفرج يحط الكره على يسار تضرب في القائم الايسر لايمن البلبولي وتعلن عن افتتاح نتيجه لفائده النادي الرياضي البنزرتي. النجم الرياضي الساحلي بضربه جزاء بعد ما كن في السابق حليمه الدراجي وايضا مبكر التراوري هما اللي صوبوا ضربات الجزاء. شهاب فرج اليوم هو اللي افتتح النتيجه، معطى جديد في ملعب البصيري 1-0 التقدم للنادي الرياضي البنزرتي. وهذه كره مازال اختار للسي بي في منطقه الجزاء، خروج ايمن البلبولي الهدف الثاني، الهدف الثاني من زياد العونلي، زياد العونلي بعد بالدقيقتين في الدقيقة 7 واكثر حماس. وهذا اللي صار، شوف هنا التمريرة من جابرييل كاك على طبق لزياد العونلي، خروج متأخر لأيمن البلبولي وهدف ثاني في المباراة، وهدف لزياد العونلي اللي سجل الثاني ليه هذا الموسم بعد ما كان حاضر. كرة لسوما يضيعها سوما، يرجع داغو ياخو كورتو عبد الله داغو، العودة مرة أخرى للليبي يبحث عن التوزيع يوزع الكرة في منطقة الجزاء، الهدف الأول للنجم الساحلي، الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي 2-1 في 35 دقيقة. لاعب كريم العريبي أو درجين اللي مازال، وهذه التوزيعة اللي جابت الهدف في انتظار نشوفوا الرأسية، الرأسية هو اللي غالط حارس مرمى يبدو شهاب في راس بالعربي، بالعربي شي يعمل بالكرة التمرير لسوما في منطقة الجزاء، التمرير وهدف التعادل، هدف التعادل من سوما، التصويبة الرياضي الساحلي. شوف الكرة اون دو بينه وبين فراس بالعربي، خذا الكرة قدم في دفاع على النادي البنزرتي، صوب كرة أرضية غلطت الجميع رغم أنه الزاوية مغلقة نوعا ما، لكنه صوب كرة في مرمى الحارس نعيم المثلوثي. 2-2، 4 أهداف إلى حد الآن في مباراة